الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. يقول باب مدينة العلم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن الفتن إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت نبهت. الفتن الكل يعرف خطورتها على المجتمع وعلى الإنسان كفرد وكمجتمع، يعني الفتن لها تأثير سيء على الفرد وعلى المجتمع الذي تكون فيه الفتن. نقطة مهمة في عالم الاجتماع يبينها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، يقول: إن الفتن إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت نبهت. شو يريد يقول الإمام علي عليه السلام؟ يريد يقول الفتنة ما تجي بوجهها القبيح الحقيقي. طبيعة الفتنة عندما تأتي إلى مكان لا تأتي بوجهها الطبيعي اللي هو بين قوسين قبيح، وإنما الفتنة تتزين، بين قوسين تتمكيج لغة اليوم، تتزين وتأتي إلى المجتمع بشكل حسن وإن كان الباطن قبيح في الواقع. ولهذا الما عنده بصيرة لما تجي الفتنة يراها حسنة جميلة، ينساخ خلفها في الواقع، يعني شو جميلة شبهت، يعبر عليه. وإذا أدبرت نبهت، الفتنة في آخر المطاف لما تؤدي مفعولها وتكمل دورها تكشف عن وجهها البشع الحقيقي. دول اللي اغتروا بها بعد ما تؤدي دورها في الواقع يقولون: اوه اكتشفنا عن هذه فتنة، هذا مو عمر حسن، هذا مو ذاك الوجه اللي كنا نراه. اما اصحاب البصيرة من البداية يكشفون الفتنة فتنة من البداية، يعني اصحاب البصيرة من البداية الفتنة تنبههم، مو تشبههم، تنبههم. اما ما عندهم بصيرة بالبداية تشبههم، اخر شيء تنبههم. وقت انتهى. ليش يا امير المؤمنين؟ يقول صلوات الله وسلامه عليه: ينكرن مقبلات ويعرفن مدبرات. الفتن لما يجن بالوجه المو حقيقي المزين ينكر، لما يؤدن دورهن ويكشفن وجههن الحقيقي يعرفن. صاحب البصيرة من البداية يكشفن، أما الما عنده بصيرة ينخدع به ويصير أداة لإخراج النتائج اللي جئنا من أجلها الفتن، آخر شيء يكشفهن ومن دون كل فائدة في الواقع. ولهذا أدعو جميع المؤمنين إلى البصيرة، البصيرة، المعرفة، الدقة، حتى نكتشف الفتنة في أول مجيئها مو في النهاية، ونكون مغفلين اللي تأدي دورها من خلالنا. الله يبعدنا وإياكم عن الفتن الضارة بنا وبمجتمعنا بالنبي وآله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.